Excellencies, ladies and gentlemen, all ladies and gentlemen, السيدات والسادة أصحاب الفخامة والمعالي والسمو، يشرفني أن أكون هنا اليوم. أنا حقا أتشرف بوجود كل قيادة الاتحاد الأوروبي وأحييكم على الإدارة السابقة وأهنئ السيد كاجامي الرئيس الجديد. إن العام الماضي جئت إلى أديس أبابا لأعرب عن كل امتناني وأن أقتنص كل الفرص من أجل شراكة مشتركة بيننا، وقلت بأن إفريقيا هي قارة المقاومة، وحقا تحمست بشكل كبير لرؤية إفريقيا ومستقبلها. عندما كنا هنا بدأنا فترة جديدة لتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. لقد قمنا بأول مؤتمر على مستوى دولي لكلا المنظمتين. مع السيد مصطفى قمنا معا بتوقيع إطار عمل مشترك للأمن والسلام، وبالأمس قمنا بتوقيع ثاني إطار عمل من أجل التنمية المستدامة، وكذلك اعتمدنا جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، ونعمل معا بمنتهى النجاح في جميع أنحاء القارة. والآن إفريقيا يمكننا معها أن نقوم بالمزيد. أنا أقف هنا ممثلا للأمم المتحدة لأعرب عن التزامنا الكبير واحترامنا لكل شعب إفريقيا والدول الأعضاء، وأنا أؤمن بشكل كبير أن إفريقيا قوة كبيرة للخير في عالمنا. السيدات والسادة، عندما نتحرك الآن في المستقبل أرى وجهات كثيرة للشراكة، أولها الأمن والسلام. دعوني أولا أشكر كل الحكومات الإفريقية لمساعدتهم برجالهم وجيوشهم في حفظ السلام في جميع أنحاء العالم. لن ننسى أبدا كل الخدمات والتضحيات الذين قدموها لنا من أجل تعزيز السلام. إن أول ما نقوله هو أننا علينا أن نحل كل أنواع النزاع من أجل تعزيز الدبلوماسية. وفي مثلا إفريقيا الوسطى قامت الأمم المتحدة بدعم كل أنواع تعزيز الأمن والاستقرار. كذلك في جنوب السودان تعاملنا مع الاتحاد الإفريقي من أجل تعاون لاستقلال الأوضاع واستقرارها، والآن ندعم الاستقرار والأمن. وبالتالي إفريقيا الآن هي ما تهمنا من أجل مستقبل إفريقيا ليعيش الإفريقيين. السيدات والسادة، كما قلت لمجلس الأمن، إن الأمم المتحدة تستعمل نظاما استراتيجيا من أجل السلام في وضعين. أولا حفظ السلام، عندما يكون هناك سلام يمكن الحفاظ عليه. إن لم يكن هناك أي حلول سياسية يقوم العديد من المسلحين باستهداف بعض الأماكن. نحاول بقدر الإمكان حفظ السلام خلال عام 2016-2017 بشكل مستمر مستدام. نحن حقا نعمل من أجل التحديات ومن أجل أن نواجههم. نحاول أن نكون أكثر تركيزا وأن نعتمد على توقعات منطقية. لا يمكننا أن نتحمل أولئك الذين نفقدهم كل عام. علينا أن نكون أقوى، وعلى أفريقيا أن تكون أقوى أمانا وأكثر. وبالتالي نستخدم العديد من الاستخبارات للحفاظ على الشعب. وبالتالي أنا حقا أشيد بمجهود قوات حفظ السلام وكل الدول التي ساهمت في ذلك. إن فقط حفظ السلام ليس حل الأزمات كلها، ولكن لدينا العديد من المهمات في سياقات مختلفة، منها تعزيز السلام والحرب على الإرهاب. إن الشراكة مع الاتحاد الإفريقي والعديد من المؤسسات يوفر لنا العديد من الوسائل لتحقيق ذلك. إننا الآن نقوم بتعزيز وضعنا مع الاتحاد الإفريقي ضد الإرهاب بهدف تقديم الأمن والاستقرار للمنطقة. إننا الآن نأخذ المنطقة من الإرهاب
التهريب وغيره إلى السلام. هناك العديد من المهام التي تعمل بشكل عالمي من أجل خدمة هذا الغرض، ولكن كل هذه العمليات تحتاج مننا جميعا دعم كمجتمع دولي، وهذا سبب أن هناك العديد من المناقشات مع مجموعة 7 وغيرها، أننا جاهزون كمجلس أمن أن نحاول مع كل الأدوات المتاحة ومن أجل مساعدة في التمويل وغيره، وأن نستمر جميعنا لالتزامنا تجاه هذه القضايا. أما السلام في الصومال وغيرها كله خير عالمي، على العالم كله أن يستثمر فيه. السيدات والسادة، et le développement durable inclusif. Nous documentons l'agenda pour le développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063. عام 2030 يجب أن نحد من الفقر بجميع صوره وأشكاله. إن جهودي دائما لم تعبأ بعد كما يجب مع المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى الأهداف الدائمة والأهداف العادلة. علينا بصورة خاصة أن نعمل على الطاقة، أن نهتم بالطاقة، البنية التحتية، مسألة الصحة والتعليم، وكذلك يجب على أن تكون هذه الملفات في متناول الجميع. يجب أن يكون هناك حسابات دقيقة وفنية في هذا المجال من أجل وأن نجدد وعودنا وتعهداتنا من أجل دفع عملية التنمية والتقدم إلى الأمام من هنا من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. إن المجتمع الدولي يجب عليه أن يلعب دوره جيدا في مكافحة الإرهاب وفي كذلك في الحد من الهجرة الغير الشرعية، ويجب أن نستغل مصادرنا كما يجب أن تكون. أصحاب الفخامة، يجب أن نعمل على تحقيق جدول الأعمال المحدد وأن يكون لدينا جهود أكبر لتحقيق مزيد من النجاح، فإن إفريقيا هي محل التركيز لدى الشباب من مختلف أنحاء العالم لما لديها من مميزات جغرافية ومهارات وموارد طبيعية وطاقة ومهارات وإبداع، كل ذلك يساهم في تحقيق الأمن العالمي. الأمن والسلام. A grande ameaça que a nossa geração enfrenta. Os países africanos contribuem muito pouco para o aquecimento global, mas são os que pagam o preço mais elevado. As alterações climáticas prejudicam os processos de desenvolvimento. Têm implicações sérias em matéria de paz e de segurança e, infelizmente, estão a avançar mais rapidamente do que nós. Há sinais de esperança. O mercado do carbono está a crescer. Há um amplo reconhecimento de que a economia verde proporciona oportunidades vantajosas. Oportunidades que devem ser disponibilizadas para o continente africano. Mas precisamos de um enorme acréscimo de financiamento e investimento para tornar os acordos de Paris realidade. Os países desenvolvidos devem cumprir o compromisso de mobilizar até 2020 US$ 100 mil milhões por ano em apoio aos países em desenvolvimento para financiar o combate às alterações climáticas e a adaptação das suas economias e sociedades. Excellencies, the force area for our strengthened cooperation is migration. دعوني أقول صراحة بأن الهجرة هي ظاهرة إيجابية عالمية، فهي تمكن من تحقيق النمو وأيضا خلق مجتمعات متنوعة وأيضا التوزيع الجغرافي للسكان، وأنا أشجب استغلال المهاجرين بطريقة غير مناسبة ضد المبادئ الإنسانية المشتركة فيما بيننا
العبودية قد كان لها دور كبير في تاريخ إفريقيا وأثرت كثيرا، ولن نقبل بأي أشكال لهذا النوع من العبودية مرة أخرى. يجب أن نعمل على تعظيم الفوائد من الهجرة وأن يتم التخلي عن أي انتهاكات وأوجه ضرر، وأن يكون هناك فرص قانونية للهجرة من خلال التنسيق بشكل أفضل مع دول المصدر والدول العبور والدول المستقبلة للمهاجرين، وأن نعمل على مواجهة من يتاجرون في هؤلاء المهاجرين والحفاظ على حقوقهم، وأن يكون هناك سياسة للتعاون أيضا للحفاظ على كرامة الشعوب في بلدانهم. الهجرة يجب أن تكون دائما خيارا أمامهم، وأن نتيجة لهذه السياسات يجب أن يكون هناك الاعتماد على الحقائق. على سبيل المثال، الهجرة من الجنوب إلى الجنوب، هناك مهاجرين أفريقيين في الدول الأفريقية أكثر من أوروبا على سبيل المثال، فأفريقيا تدرس للعالم المنهجيات الإيجابية والفعالة للهجرة. كل البلدان يجب أن تشارك في أيضا الميثاق العالمي للتعامل مع الهجرة. أصحاب الفخامة، هذا العام 2018 هو العام المعني بمكافحة الفساد، وهذا هو المجال الرابع لشراكتنا، المجال الخامس لشراكتنا، وأنا أقدم لكم دعمنا الكامل والقوي للمساهمة في مكافحة الفساد والإتجار في المخدرات، وأيضا سوء استخدام الموارد الطبيعية والتوصل إلى تسوية من أجل السلم والأمن. ونحن نعمل على تقديم مساعدات اللازمة لمكافحة الفساد، فالنتائج التي يسببها الفساد مدمرة وصعبة للغاية على المجتمعات وعلى الحكومات، وبالتالي يجب أن يتم إخضاع كل من يقومون بهذه الأعمال أمام العدالة، وأن يكون هناك دعم للأطر القانونية والحفاظ على الشفافية والمساءلة سويا. فإن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يستطيعان إنهاء هذه الأزمة، وأن يكون هناك تمويلا عاما لمكافحة هذه الظاهرة، وأن يكون هناك فوائد تعود على السكان. أصحاب الفخامة، هذا العام أيضا يجسد لحظة تاريخية لإفريقيا وللعالم، فهي تمثل ذكرى لمولد الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا، ويجب دائما أن نتطلع لتحقيق مزيد من التقدم بغض النظر عن الصعوبات التي نواجهها. نيلسون مانديلا كان دائما لا ينظر إلى الخلف وإلى التاريخ، ولكن كان دائما يتطلع إلى المستقبل الساطع لبلدانه. وفي هذا اليوم وفي مختلف أنحاء العالم يجب أن ندخل عن المنظور المتعدد الأطراف، ويجب أن نتحرك سويا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتحقيق الأفضل لنا جميعا ولإفريقيا سويا. يمكننا أن نصل إلى مستقبل أكثر سطوعا، ويمكننا أيضا أن نحقق المزيد من أجل إفريقيا ومن أجل العالم. أشكركم شكرا جزيلا.